بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اكتب اي بي في ويندوز 7؟ اول حاجة عايزين نعرفها يعني ايه اي بي اصلا. اي بي ده اختصار لكلمة انترنت بروتوكول. يعني ايه برضو؟ يعني رقم تعريفي عن طريق بروتوكول الانترنت بيعرف جهازك بالنسبة لشبكة الانترنت. بمعنى ادق، الرقم ده زي عنوانك. اي اتصالات بتتم ما بين اتنين لازم يكون لها عنوان، كذلك العنوان على الانترنت اسمه اي بي، ده عنوان جهازك بالنسبة لبقية اجهزة العالم، وكذلك بقية اجهزة العالم ليها عناوين باي بيهات مختلفة عن الاي بي بتاعك. نيجي هنا النقطة مهمة، ان الاي بي ده ما بيتكررش، يعني زي رقم موبايلك. انت عندك رقم موبايل، مفيش حد تاني بيبقى عنده نفس رقم الموبايل بالظبط. يبقى الاي بي ده عبارة عن عنوانك على الانترنت، وعبارة عن رقم لا يتكرر زي رقم الموبايل. دي اول حاجة عايزين نعرفها عن الاي بي. تاني حاجة شكل الاي بي ايه؟ ده هو شكل الاي بي. الصورة ديت موجود فيها الاي بي ادرس، عنوان الاي بي اهو اللي هو الرقم ده. كده اتعرفنا على شكل الاي بي. طبعا مع الاي بي في شوية حاجات بتساعده، زي ايه؟ السبنت ماسك والديفولت جيت واي ديت، وزي الدي ان اس والدي ان اس البديل اللي تحته. تمام. الارقام ديت هي اللي بتعرف شبكة الانترنت ان جهاز الفلاني بيستخدم الانترنت وعاوز كذا، عاوز يفتح الصفحة الفلانية، عاوز يتعامل بالشكل الفلاني. كده عرفنا ايه هو الاي بي وعرفنا شكله. ازاي بقى ندخل او نكتب الاي بي ده في ويندوز 7؟ اول حاجة هنلاقي عندنا ايكون اسمها نتورك على الديسكتوب، هنضغط عليها. منها هنفتح حاجة اسمها نتورك اند شيرنج سنتر. في الشكل ده هنضغط على لوكال اريا كونكشن. طبعا اللوكال اريا كونكشن ده ليه اكتر من مكان، ممكن من اي حتة نضغط عليها، يعني مش شرط بالطريقة اللي انا جبتها دي. بعد كده من لوكال اريا كونكشن هنختار بروبرتيز، هتفتح لنا الويندو ديت. هنلاقي في الويندو في اتنين فيرجن للانترنت بروتوكول اللي هو الاي بي، فيرجن 4 وفيرجن 6. فيرجن 6 ده الاحدث من الاي بي، لما الاربعة ابتدى الاي بي هات بتاعته تخلص ويحصل منه مشاكل، فعملوا فيرجن تاني اللي هو 6. طبعا ويندوز 7 بيدعم الاثنين، ويندوز 7 بيدعم الاثنين، فاحنا هنختار فيرجن 4 ونجيب منه بروبرتيز. دي الويندو اللي انا زي اللي انا كنت جايبها في الصورة من شوية، اللي هي دي نفس الويندو بالظبط. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نكتب الاي بيات هنا. طبعا اللي انا مختاره انه الاي بي ده يبقى اوتوماتيك والدي ان اس ده يبقى اوتوماتيك. طبعا انا كل القصة هضغط هنا ان انا هكتب الاي بي بنفسي والدي ان اس بنفسي، وبالتالي انا هنقل الارقام ديت دلوقتي هنا في قلب الايه الويندو دي. طبعا انا نقلت الارقام زي اللي موجود عندي في الصورة بالظبط. لو ضغطت اوكي كده الاي بي هيبتدي يتفعل ويشتغل معايا على الجهاز. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، انا اجيب الاي بي بتاعي منين؟ انت دلوقتي شركة الانترنت اللي انت بتتعامل معاها اسمها انترنت سيرفيس بروفايدر، يعني مزود خدمة انترنت. يعني الشركة زي شركات الانترنت الموجودة عندنا في مصر، مثلا زي تي داتا ولينك دي اس ال وفودافون وموبينيل واتصالات وغيرهم، دي شركات بتوفر لك خدمة الانترنت. الشركة ديت هي اللي تحدد لك الاي بي بتاعك. فانت عن طريق الوكيل بتاعك او عن طريق فرع الشركة ممكن تديهم رقم الموبايل بتاعك او رقم التليفون الارضي اللي انت موصل عليه، وعن طريقه بيحددوا لك الاي بي، او عن طريق لو طبعا بيفهموا عندنا في مصر الموضوع الوصلة، عن طريق برضو الشخص اللي عامل موضوع الوصلة ممكن توصل الاي بي. طبعا معلومة ان في شبكات كتير بيحصل فيها مشكلة بموضوع الاي بي اوتوماتيك ده، يعني الاي بي التلقائي اللي الجهاز بيختاره بيحصل منها مشاكل، وبالتالي لازم تدخل اي بي ادريس بنفسك زي ما احنا عملنا دلوقتي. وزي ما قلنا هتجيب الخمس ارقام دولت من الشخص اللي موصل لك النت، سواء كان شركة او سواء كان شخص، وتدخلهم زي ما حصل، وبعدين تضغط اوكي. طبعا بكده نكون عرفنا ازاي نقدر نكتب الاي بي في ويندوز 7. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وتابعونا
على التشانل بتاعتنا على اليوتيوب www.youtube.com/ازاي كليب. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.